وسرعان ما يرجع ويقول عدلت برحلي عن رحمكم. شرع السوي قال سوف التحق بالحسين عليه السلام، ثم قال عزونا بلنجر وكان معنا سلمان ففرحنا بتلك الغنائم. فقال أتفرحون بالدنيا؟ كونوا أشد فرحا إذا أدركتم ابن رسول الله فنصرتموه. الله. ثم التفتت إلى زوجته قالت لزهير أنا الذي شجعتك على الشهادة. طالب من عندك طلب يا زهير؟ قال أمة الله ما تريدين؟ قالت أريد يوم القيامة أريد أن تذكرني عند جد الحسين. يا أبا تقول لي ترى هذه شجعتني على الشهادة. حبيبي كلمة نشيل حظه، شوف زهير التقى بالحسين في ذرون بعيد عن كربلاء، وشوف شنو استجاب بينما عبيد وزن الحبش يقول للحسين. الحسين يذهب اليه بثقله بشبابه بشبانه ويدخل خيمته ويجلس وياه ويقول له يا ابن الحر ان عليك ذنوب، ما عليك ان تكون معي فتفوز بالشهاده ويغفر الله لك ذنوبك. فقال ان نفسي لا تطاوعني. فقال له ولكن هذه الفرس. فقال الإمام عليه السلام إذا بخلت علينا لنفسك فلا حاجة لنا في فرس. وتشوف ناس يلتحقون في الحسين سلام الله عليه بالمقابل الحر. لما وصلوا إلى شراف وأكثر من الماء استغربوا الجماعة شعر الحسين يكثر من الماء فوق العادة. في الأثناء إذا بجيش مقبل ألف نفر أسنتهم كأنها اليعاصين راياتهم كأنها أجنعة الطير. يقول الملاري الأول أسنتهم كأنها اليعاصين راياتهم كأنها أجنعة الطير. جاءوا نحو جهة قطار الحسين القطار. ما قال ميلوا بنا إلى ذي حسن فمالوا إليه. كلما مالوا وصلوا وإذا به أنحر ابن يزيد الرياحي مع الفارس. كاتب الله أن يسلم عليه. الله أكبر. نسأل الله الحفظ. ها وإذا هو الحر وأقبل وجماعته عطاشة ألف جندي عطاشة بأفراسهم دوابهم عطاشة هم عطاشة. فسقاهم الماء جميعا ويعرفهم لحالهونه. لكن هذه أخلاق أبي عبد الله الحسين، هذه أخلاق أهل البيت. وكل إله بالذي فيه ينضح. وبقى الحر ملازم للحسين. يجي وقت الصلاة قال له تصلي بأصحابك؟ وأصلي بأصحابي. قال له لا يا ابن الزهراء نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. وصلى يا الأسد يصلوا صلاة الحسين. وبعد ذلك قاتل ألف نفر صلوا وراح. هل ألف وينهم يوم العاشر اللي ملأوا كربلاء وكثروا السواد على الحسين؟ لا ما هذا التناقض. والحسين قال خطاب تلك الخطبه التي ذكرت لكم شيئا منها الا وان هؤلاء قد هزموا طاعه الشيطان وتركوا طاعه الرحمن الى اخر كلام الامام عليه السلام. والحوادث كثيره في الطريق لكن انما نذكر ما انكر. في الاثناء واذا بشخص قد اقبل مثل ما نقول متلثم
إجا وسلم على الحر ولم يسلم على المسلم. أخذ الكتاب قال له أبا عبد الله أنا ما أقدر أمشي وياك وجاي يطوق يراقب الحسين عليه السلام. جاء يراقب شوف وين بيروح. على كل حال قال له أبا عبد الله جاءني كتاب يأمرني أن أقعد أو جاعد يعذرك ألا أترك كتاب إلى المدينة ولا تروح الكوفة لأن الكوفة بلد النصر. الكوفة بلد النصر لا ترجع المدينة ولا تروح الكوفة. ما جرت المشادة بينهما أذكر لك ما تسمع ولست في مقام التحقيق في الطار. فجرت المشادة بينهما فصار الاتفاق أن يأخذ الطريق لا يرجعه المدينة ولا يأخذه إلى الكوفة. من يدل الطريق بلغة خطبائنا الأوائل فقال الطرماح ابن عدي أنا يا ابن رسول الله. وتقدم الطرماح فنادى يا ناقتي لا تجزعي من زجري وشمري قبل طلوع الفجر. عبد الله شعار حمد الله شيخ حسن الدين يا ناقتي لا تجزعي من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر. يا ما دعا الحسين عليه السلام ادعو الى عبد الله يا مالك النفع انا عند الله أيد حسين سيد الناصر أيد حسين سيد الناصر على يزيد العهري وابن العهري طوح الحادي والضعين طوح الحادي والضعن والضعن هاجب حنينه وزينب تنادي سفرة القشرة عليه وصاحت بكافلها شديد العزم والبر وشمر اذانك وانشر البرك يا حبا. أنا كني أعاينها مصيبة شي مرة أنا ما ظنت نرجع بدولتنا المدينة. قالها أخي زينب أنا موجود. قالها يا زينب هاد هاد عزمي لا تنخي ما دام انا موجود موجود يا اختي ما تذلي ولو تجتمع شاماتهم شاماتهم ويا العراق انا لاحصل جمال جمهورهم وانا حال الضحين ولا تهيجيني ولا لا يدش قلبك الخوف انا ما يروحني طعم الارواح لارماح وضرب السيوف لكن بشرط يا زينب بس طربي ابن الله يسلم لي هالجفوف انا لحمل على العسكر وذكرهم بمون فحتى عرفك اخذت بيدك قال لك ابو فاضل فحتى عرفك بالحرام
بالحرب يا اخوي واسي وقطع الزنوب هذا الذي جاي انك تحزن اليوم شاطر غرباك وقطع الزند هذا الذي منا مخاصي اليوم ابن عزة وعقبكم عقبكم مدري شواصي ومن هو يرد الخيل لأهبت علينا وإلى من هو يرد الخيل يا الحال يا زينب وهلت دموع العين من حاجب بعرصه خايفه مع هالعز يا زينب عباس قايد وحاديها بضمه بهالعز وهي تصيح عزيها خلقه وحسين قدام الضعن الضعن يمشي بسكينة بعد صف لنا يا شاعر آخر قال نحن البدر قدامها قدامها وتتبعه للنجوم نحن البدر قدامها قدامها وتتبعه للنجوم وضيغم العباس معلوم وضامن الرجع العابد العابد السجاد يا قوم وقايد الناقة العابد العابد السجاد يا قوم الله يا زينب عصر علينا قال وتحوت هودك حوادق هاشمية ومحلى محامل زينتها الفاطمية وتحوث بالكل كوكبة كوكبة تحمل الراية لكن في وين وبيوم الذي راحت سبية وويلا في وين جايبك الخبر في وين هم عنها بيوم 11 يا ناس وركبات اسمحوا لي وركبات بين هودين وهي مكشوفة الراس وفي وين عنها العشيرة العشيرة وين عباس ويا أرض صيخي من عظم هاي الوذي نزل سيد الشهداء بعض المنازل نام في قليلة استيقظ عليه السلام وإذا به يقول لا حول ولا قوة إلا بالله التفت إليه الأكبر أباه عليه السلام لما حوله قال نمت قائلة الظهر فسمعتها تفرج يقول القوم يسير والمنايا تسير بهم التفت إلى أبي قال أبا أولسنا على الحق قال بلى والذي إليه مرجع العباد قال أيننا نبالي وقعنا على الموت أم الموت وقع علينا وإذا زينب تنادي عين المنايا صدق عن دالتي ورجالتي عين المنايا صدق عن دالتي ورجالتي وردي عسى مردودة شينا شوية طيرك علينا غن وردي كفاتك بالله أردي بطيرك عن وأم
والولد خليها بولادها تفهم صحت كفاتك بالله عن دولتي ورجع وسرى. انا ادري اين قلبك يا مؤمن يا مؤمنة تريدون الوصول الى كربلاء. اللهم وصلنا عند الحسين وفرد عنا يا الله يا ابا عبد الله صفنا يا